حديث قصة دير وقول شيء مسلم تقول قاعد دون قصة عجيبة وهي صحابة مقدادة يا وحوجري ما لين بن مدينة نمد أني الله بنا إلى صعطة صاحب ضيا أنا وقاعد بس تيدا دعسالة بقت وحال نوي هاي مثال كان قصود هذا الناي أفكر ما أن كهاليني صحابة النبي محمد بن استوسن سبحان إجني بل دب كان يدربه من مرتق هذا وحنا قادان وين نقول بتساعي ساتهدي حلا يقول عروس بالقشري نبي محمد بن الدريمي صلى الله عليه وسلم ذاك وكان حريص بناي مقداد ومن كينبه أنا يلا بدي صاحب إلى سعوتي بنبه نكحي قروا عايشون نجي وحكى لما جري وحوي صدح الريود أو إرمان أيا النبي قو حدني أنت وحكى لقيه لهاي ريان أن مالو أنت نوصل لستا نقول با أنت إزا قرتوا عكسي أفقه قبصه إذن ريها سا يا لوك الله يتم كل ما كيحس كذان الرمع يحس كذان هالمرضي الله لزه وهنو بريوه اللهم ريب بحدي أطيب واتقرر إذا انت بوكه الله يا وحور هبيرك مقداد هبين هبينها كم إذا أي ري صدح رام مالي أنا يا صدح لابد وذلك كلا نقول بأنتي سيشيكها كشبتي وحيروس النبي وقلت لك يا ملو دقني بوري نبي أمرك وردو عشاء سوتو كذا أمضى صوت سلامة عشرة بضم بعيو صوت المرو أيو أنا صف كل فنشري بلا لبا قورك بنشري نبي قال صوير ضايب هبين هبيننا كم إذا مكو صوير ضاي بانو قاتش سيحن وايبور شيطان بوحيو أخريب النبي محمد أنصار بو إسكا صومري ميلها سوتي أنصار بمرت السوري أنت النبي قبها وما قبيه أدو إسكا هنسو وانك عايبول عرض والقاتش اللي سيحن وايبور تدي عالي الروان قبيه هذا ماذا حصارتنا الوهي بنانان هذا قارك دم بصارا قارك ورأي فيد ميوات بناناني قاتش واتب وردران واتب شيطان وحيو قلقالي ونحديني نبي أنت وحبي أطري ميسي إنه ميلها وحكسوا هنا والله يا أبا يا أنصاري تدك أدو تشعلاي أدو إسكهنس ما أقول دعاي شيطان سيئي وذي ليل كبان فيدي انت بان إسكهنس دي مر كان ديمنا هي كوه بصدي أون عالوش وكوه بصدي أون أنا سوء علين كرين يوهدنا واسواس شيطان يقف ريبور حولي هو يقول ما تعاو ولي قابة انت أدنولي دن بيقوين على المنطقش ومحن سبي نبي محمد وباهم بهذا إيمانية وقاعد جيسا سوق أرد يو نبي إيمانية مركو يمادو وحي يراد ميلو لقي جرتين بو نبي وفيرين مركو وايو وكهواري دورا كو عاو نار با ديار كوا الدون نوي كورنا ماتي آخر ما جرتو كوي شيطان أنا ميلان قفتا قران لا هردنا أي سنتين حقا نسوق النبي وحلو إيهواري لها سوق هاي إلا شيطان بايقا دادعيي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدي بن نو سلامي فسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان روح سويتش ذانا او مقلو ايو النبي صلى الله عليه وسلم كدي بو سترتيبا بكيري ويلك ماشي وحلوش بو النبي فيري ويلك وقال انو مريا هاي وارك النبي ويلك بدور استاغي كعما كور استاغي دعو النبي بالله وحور بغداد بس وهوشو ابليس شيغا هي شيطان شيغا هي هضي بالله تي هوارك مركز النبي يقول يا اللهم أطعم من أطعمني واسقي وأسقي من سقاني اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا وحور إله يو عاو عدي وحن نقصيسين الديفي سو الديفي روحي ونورابي عانا نسينا إله عانا سي وانا سنبها يا يقول مركز النبي يقول دعينا يو إحباري أوت بالي جيدي بروان ميرسد معوستي جايت بارسكو دبي بالله وان لبودي ريه صدح راميت كم بدا إن نقول عن رباب ومحور ربا دعاء النبي محمد وقاتل الدورة يا سحابي نبي بالله وحول اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا حان رباب عاوى النبي محمد أنا ريه إزا أنا كم مرتي صوره رق رق دالي بالله وما كان لبودي ريد آذي ayaan dhilki si maray buuri daboola dhilki waan si maray buuri waaba dhilki caana buuxa waaba tif dhilki waa buuxa riif fiiri kii walba candhadeedi baaba dilaacaysa caana darto wuu aamusa nabigu uma sheegin dhiilkiibuu soo qaaday nabigu siiyey
mid kaloo qaahiriye buu lisay asagaa isku qabtay hawshi marka la dhammay uu nabigu ogaaday inuu caana ka dhargay yuu qos la dhacay. Nabigu wuxuu moodahayaa in caano meelo kale laga keeno isagoo meelaha ku ogaa uu soo qaaday waa barakaad min allahi subxaanahu watacala. Mucjiza nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaan qosol la dhacay intaan taagnaan waay qosolka dirtay dhulkaan ku dhacayba waa raftay buu yihi. Markaasuu nabigu maxaa kugu dhacay haadii ixdaa sawaatika xumaantaadi qayb ka mid a caawa la soo baxday maxaa lasa ula qosaysaa wuxii sheeg xunaba allow wax aan ku warrabo wuxuu dhan ba oga sheekeeyey. Nabi maxamed wuu yaabay wuxuu yidhi war khayr allah ku siiya waa mucjize iyo raxmad rabbigay ka timide maa ii sheegta aan wadaadaha toosiye wadaadihii labada aya jiifay aan toosiyo caanaha wax ka cabeen oo ummadda kale aan toosin lahaa intaanan dhammaysanin maxaad igu sheegi weyday ila markay baashu ay tahay barako ma dhammaato laakiin lagama warqabo muqdaadu isagu awla isdaba mariyay unbaa ka warqabo nabigu ma ogo in la niyeystay baashu rabtaa. Wuxuu uri labada saxaabi intaan toosiyo ay noolaadaan ummaddan jiiftana aan noolaatee maxaa naxariista ilaah u qarsatay qisadaha qisada lagu sheegaye fii xadiidi tawiil laguu leeyahay marka maxaa luu shaahidka salaanta unbuu imaamka ka soo qaatay hadda wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.